الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آخر ما توصل له العلمانيين في السودان قالوا عملوا لهم في عرض أزياء، وطبعا هو ما عرض أزياء في الحقيقة، هو عرض لأجساد النساء، وده اللي حصل بالفعل. يعني مرة تجي لابسة ضيق وقصير ومشرط وتلف كده قدام الرجال وتعرض جسمها من جميع الجهات للرجال والعياذ بالله. طبعا الفعل ده ما يشك عاقل عنده ذرة من الدين ومن العلم ومن الإسلام إنه الفعل ده حرام، لا يختلف فيه اثنان عاقلان، وما عنده أي علاقة بالدين، ولا يمكن الإسلام يقر مثل هذه السفاهات وقلة الأدب، لا يمكن. لأنه أول حاجة المرأة كونها تعرض نفسها للرجال ده محرم يا أخ. ربنا سبحانه وتعالى قال للمرأة أول حاجة تقعد في بيتها هناك، قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثاني حاجة التبرج، الأزياء دي ما تبرج، اللي بيلبسوها الضيقة ولا والهوس ده تبرج، وربنا قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتبرج الجاهلية الأولى قالوا المرأة كانت مقفلة تب بتصر شيء من ضفير الشعرة أو شيء من نحرها، ده كله ظاهر، جسد المرأة كله ظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة عورة كلها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والتبرج ده من أعظم الأسباب لدخول المرأة إلى نار جهنم، فلو النساء بتحمل النار جهنم اسمعوا الكلام ده عشان ما الواحد ما تكون عارفة نار جهنم، ما في مرأة ولا في رجل يتحمل نار جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي حديث آخر بيّن أن المتبرجات ديل والبفتن أن الرجال ديل منافقات ذاته، ده الرسول قال كده معنا صلى الله عليه وسلم، قال وشر نسائكم المتبرجات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. فالإسلام أمر المرأة تتحجب وتستر وتكون بعيدة من الرجال، مش يجي عرضوها للرجال، ده شغل كله شغل بتاع يهود وشغل بتاع أعداء للإسلام والمسلمين، ودائرين يجعلوا المرأة سلعة رخيصة تباع وتشترى وتعرض. وأنا بقول للعلمانيين والملاحدة اللي بقول لك الإسلام ظلم المرأة، العلمانية هي ظلمة المرأة، أما الإسلام هو الكرم المرأة. الإسلام أمر بالعفة والطهارة، وإنه المرأة ما تصل لها إلا بسبب شرعي بالزواج والنكاح الشرعي، أما بالقلة أدب والصعلقة تاعت العلمانية والملاحدة دي الإسلام حرمها. فبقول العلمانية هي اللي جعلت المرأة سلعة رخيصة، وده الدليل. عرض النساء، أو هو سموه عرض الأزياء، هو عرض النساء ده والله أكبر دليل إنه المرأة سلعة رخيصة تعرض وتباع وتشترى عند العلمانيين والملاحدة والشيوعيين. والولد العامل الشغلة ده ولد ما اشتهر بالمسخرة، واشتهر بالأخلاق السيئة عند الناس. وأنا بتعجب لزول باحث عن الشهرة ولو بقلة الأدب ولو بالتفاهة ولو بالسخافة ولو بحرب الدين وحرب الإسلام والمسلمين، اعلم إنك أنت ما بتقدر تمكر بالدين، لأنه الدين دي ربنا، ما بتقدر تمكر بربنا، لكن بتمكر بنفسك. والله إذا ما تبت أنت والجماعة معاك كان حريم والرجال الوراق ديل، والله ربنا سبحانه وتعالى ما بيخليك. ربنا قال ويمكرون، مش بتمكروا أنتوا بالدين، ربنا قال ويمكر الله بيمكر بالناس اللي بيمكر بالدين، اللي بيمكروا بالدين، ويمكر الله والله خير الماكرين. وربنا قال في الآية الثانية وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. اتقوا الله، ودي العلمانية، ده شغل العلمانية. المرأة عندهم عبارة عن سلعة رخيصة تعرض في سوق للرجال بما يسمى
بعرض الأزياء وغيره وغيره، وده ما عنده أي علاقة بالأخلاق ولا عنده أي علاقة بالأدب. حتى الكفار بالمناسبة، حتى المشركين الزمان ما كانوا بيسووا زي ده، حتى الكفرة قريش والله ما كان بيسووا زي ده. سبحان الله يا أخي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.